زيارة العاشر المحرم وزيارة الأربعينية. هذا اليوم بدأنا بجولة تفقدية واسعة، بدأت من منفذ المنذرية ومنفذ زرباطة ومنفذ الشيف، واليوم ختمناها الآن في محافظة البصرة. كان بصحبتنا وزير الداخلية الإيراني وأيضا جهات الجنسية والإقامة والجوازات من الجانبين، كذلك لجان خدمات من الجانبين المحافظات الأخرى. الغاية من الزيارة هي تفقد المنافذ الحدودية وكذلك إجراءات وتسهيلات الزائرين الأجانب. يوم غد عندنا جولة في المنافذ الموجودة ضمن منفذ الصفوان ومنفذ الشلامشة. هذه الاستحضارات تهدف إلى تسهيل دخول الزوار وتقديم الخدمات لهم. أيضا كان حضور المحافظين له دور كبير في إكمال عمليات تأهيل المنافذ الحدودية. تم الاتفاق على تأمين كل المتطلبات اللي تحتاجها هذه المنافذ.